وافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة ذلك وفقا للتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكانت الجلسة التي ترأسها معالي السيد علي بن صالح الصالح ناقشت مشروع القانون ووافقت عليه بإجماع أعضائه فيما تقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة مؤكدا المجلس أهمية إصدار قانون الأسرة وأنه سيكون موحدا للأسرة ومظلة لجميع البحرينيين خاصة وأنه أقر من لجنة شرعية تضم رجال دين من الطائفتين الكريمتين وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ